تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، انطلق الملتقى الدولي السابع لخدمات كبار السن الذي تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وذلك بحضور الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم وعددا من رؤساء الدوائر وكبار المسؤولين. أول مدينة عربية مراعية للسن هي الشارقة بربوعها، إمارة أصبحت رائدة في تقديم أفضل الخدمات المجتمعية، ومنها انطلق الملتقى الدولي السابع لخدمات كبار السن الذي شارك فيه أكثر من 500 شخص من مختلف شرائح المجتمع. عقدنا الملتقى السابع لخدمات كبار السن في نسخته السابعة، وكان هذا اليوم يعتمد على أن تطوير قدرات كبار السن خلال مجموعة من الورش والتجارب وخبرات دولية تساعد القائمين على رعاية كبار السن في تقديم الأفضل والأحسن لهم خدمات إبداعية مبتكرة وجديدة، ونطور من الخدمات اللي نقدمها لكبار السن. الملتقى جاء تحت شعار الشارقة مدينة مراعية للسن، فيما تضمن 16 ورشة عمل لتدريب المختصين في مجال رعاية كبار السن وأساسياته واحتياجاته. كما صاحب الملتقى معرض تضمن مستلزمات ومعدات طبية تعنى بكبار السن. شاركت بورشة اسمها الاكسرسايز بريسكريبشن، بمعناه اللي هو كيفية وصف التمارين لكبار السن، الأسس العلمية اللي احنا بنحطها عشان نختار بها التمارين. بصراحة نسبة الحضور كانت، انا كنت متفاجئ بيها، كان في حضور كويس وإقبال قوي جدا على الورشة، والحمد لله ربنا وفقنا النهاردة ان احنا عرضنا الورشة وكان في انطباع كويس من الحضور. يعد ملتقى خدمات كبار السن حدثا سنويا ينظم بالتزامن مع اليوم العالمي للمسن، تظاهرة من شأنها فتح آفاق جديدة للاستفادة من كافة التجارب المشاركة في الحدث. يهدف الملتقى إلى عرض المعلومات والخبرات العالمية المتميزة ذات الصلة بكبار السن والمتعلقة بالرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية وكيفية الاستفادة منها. لأخبار دار محمد الجنيدي من قاعة الجواهر للمؤتمرات والمناسبات الشارقة.